السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة شجون يوتيوب. اليوم سنحدثكم عن مرض جرب العنب أو حلم العنب. كما تشاهدون الآن في الصورة، فإن العنب في الحقل مصاب بهذا المرض. شاهدوا هنا، هذا هو حلم العنب. أعتذر عن التصوير لأنه في وقت متأخر من النهار. كما تشاهدون التخلص منه ضروري جدا لأنه ينتشر بسرعة كبيرة. شاهدوا الورقة من الخلف ومن الأمام كيف يكون حلم العنب، أو في بعض المناطق يسمونه جرب العنب. هذا المرض هو مرض يصيب العنب وسببه العناكب. ونلاحظ أيضا إصابة أخرى وهي البياض الزغبي. ما سنقوم به الآن هو كالآتي من أجل توقف انتشاره. هذه 3 لتر، حجمها 3 لتر، قمت بوضع 3 سنتي من السيبازول أو أي مبيد حشري، وأيضا قمت بوضع 0.5 سنتي للتر، أي وضعت 1.5 سنتي من الفيرتاميك أو البيومكتين، وأيضا قمت بوضع 1 ملعقة فقط من الرودوميل، وذلك من أجل مكافحة البياض الزغبي ومن أجل مكافحة حلم العنب والسيبازول أو المبيد، أي مبيد حشري، من أجل المحافظة على قطوف العنب سليمة. إن التخلص من هذا المرض يكون في بداياته وعدم الانتظار لغاية الانتشار بكميات كبيرة. كما تشاهدون ليس كل الأوراق مصابة بحلم العنب، وإنما هناك البعض مصاب، فلذلك يجب أن نقوم برشه، ويجب رش أيضا الثمار من أجل المحافظة عليها. للعلم، لمن يقوم بالرش بهذه الطريقة سيوقف حلم العنب ولن يقوم بمعالجة الأوراق المصابة. كثير من المزارعين يسألوني عن هذا الأمر. الورقة المصابة ستبقى مصابة ولن يتم علاجها، وإنما الأوراق الجديدة هي التي ستكون خالية من حلم العنب وأيضا خالية من البياض الزغبي. المحافظة على شجر العنب يكون رشة مرة كل 3 أسابيع من الوقاية من حلم العنب. يجب الانتباه لهذا الأمر. لمن يريد زراعة العنب من أجل التجارة، أنا هذه شجرة العنب ليست للتجارة وإنما من أجل الحصول على الأوراق. ما أقوم به الآن هو ضرورة التخلص من حلم العنب والأوراق الجديدة يجب أن تكون سليمة. الآن موعد أذان المغرب، سأتوقف عند هذا الحد، وأتمنى أن أكون قد وفقت في تنبيه أخوتنا المزارعين لمرض حلم العنب. وملاحظة أخيرة، أتمنى عدم قطف الأوراق المصابة بحلم العنب ورميها على الأرض إطلاقا، وإنما القيام برش الأوراق وهي على الشجرة، لأن
سنقوم بإنقال العناكب إلى مناطق أخرى في الحقل وعند الجيران. نتمنى من الجميع وضع إعجاب على هذا الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونشر هذا الفيديو على إخوتنا المزارعين لتعم الفائدة عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.